بكم طبعا الكلام لاولادنا الحلوين واولاد الوطن العربي كله لازم تغسل سنانك صبح وليل صبح وليل طيب حلو قوي خلي بالكم انه التعامل مع الاسنان لازم يكون بدقه وفن شديد جدا العضه نفسها لازم تكون بفن ودقه شديده للغايه تعالوا نشوف مع بعض كده السنان لما بتعض يا جماعه بتعض دايما السنتين لما بيتقابلوا بي مع بعض بيتقابلوا في نقاط محدده دول سنتين اهم بيعضوا لازم العضه تحصل على ثلاث بوينتس على ثلاث نقاط نقطه A نقطه B والنقطه C لو العضه حصلت بالشكل ده لو السنتين يتركبوا بالشكل ده وموجودين بالشكل ده الدنيا تبقى في امان مفيش اي مشكله خالص خلاص بيتعض تمام صح جدا 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 لكن لو سنه اتغيرت عن مكانها وما بقتش مثلا واحد جاي يركب زرعه فركبها الدكتور ركبها له بطريقه غلط وبدات تبقى العضه مش صح في نقطة محددة هتعمل مشاكل كبيرة وسنة تبدأ تتلكلك ويبدأ يحصل مشاكل يحصل مشاكل في الأسنان المجاورة كمان لازم أظبط العض إذا زراعة الأسنان عالم كبير عالم مهم جدا مش سهل زي ما الناس متخيلة مش آه أي حد يعرف يدخل في هذا العالم ويفهمه بشكل دقيق لأنه فيه فنيات كثيرة جدا الفنيات دي تكمن في أسئلة عديدة هنتكلم عليها النهاردة لأنه النهاردة حوارنا عنوانه المريض ومشاكله مع الزراعات، مشاكل المريض، شكاوي المريض، تأجيل، وقت طويل، عدم التحام، اللثة التهبت، في شكل باين من من الزرعة باينة، في أكل بالحشر بين السنة وبين الزرع، دي كلها حملنا بحقيبة كبيرة مليئة جدا مليئة بشكاوى مرضى من زراعات قديمة. تطور عالم الزراعة الآن سيكون محور حوارنا اليوم مع ضيف العزيز الخبير العلمية الكبيرة والاسم المتميز القدير الرائع الأستاذ دكتور شادي علي حسين حضرتك يا إيه إما تاخد كل حاجة لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوب إما إيه ما تاخدش عصب ده لما يجيك ألم غير عادي الأوبشنز اللي تضرهم أنا بمنعها من المركز عندي أنا أعرض على مريض عرض يدمر له اسنانه يبقى انا بدور انا ما بعملش كده الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس دكتوراة علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان عضو الجمعية الامريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب اسنان الرقمية اهلا بيك يا دكتور شادي اهلا <applause> <تصفيق》> بيك دكتور منورنا والله العظيم ربنا يخليك عايز ابدا الحوار انا محمد ليك بكثير جدا من الاوراق كلها كانت شكاوى قديمه عبر السنين من الزراعه <م Tang Chinese> النهارده الجزء الثاني من تطور الزراعه بالحشوات الالمانيه والتطور الكبير جدا اللي حل كثير من المشاكل. المره اللي فاتت اتكلمنا في شكل الدايناميك، يعني حلقتين متصلتين ببعض، اللي عنده سنه مفقوده او عنده اجزاء من السنان رايحه خالص وبيفكر في الزراعه لازم يتفرج على الحلقتين دي والحلقه اللي قبلها. لكن خليني اقول لك اي اي النهارده عايزين بس نقول كده اللاينز الاساسيه، احنا بنتكلم على الزراعه الحديثه، التكنولوجيا الحديثه، التكنولوجيا الحديثه من شركات المانيه اللي هي هنبدا نتكلم عنها دلوقتي كويس أه طبعا احنا ممكن مره اتكلمنا وبنتكلم على احدث أه صيحه في عالم الزراعات اللي هي المدانتيكا امبلانس او الام امبلانس يعني هو يمكن مدانتيكا اسم صعب يمكن ام امبلانس بيسموها الام امبلانس آه نوع من انواع الزراعات اللي واخده احسن ديزاين 2016 في آه الزراعات في العالم. احسن تصميم. احسن احسن تصميم زراعات في العالم. آه الزراعات دي ببساطه هم عملوا آه تكنيك او آه اسلوب آه ان هم عاملين زرعه آه حديثه جدا قللت عدد الزراعات اللي بيحتاجها المريض في حاله فقد الاسنان. مم. خلينا ناخدها واحده واحده كده المريض فقد اسنانه فمعندوش ولا سنه او الاسنان بتاعته متلخلخه ولازم تتخلع. المريض ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو عنده مشكلتين اساسيتين، ان هو عايز يبقى عنده اسنان في اقرب فتره ممكنه خاصه لو هو عنده اوريدي اسنان في المنطقه الاماميه، يعني في ساعات مثلا واحد عنده اسنان في المنطقه الاماميه ومش نافعه او عليها تركيبات فمحتاج يشيلها ويعمل فك بالكامل، فده في الحاله دي هو مش ما استعداد انه يمشي من عند حضرتك من غير سنان. م. آه فالمريض ده كانت مشكلته ان هو ما ينفعش آه او الفتره بتاعته عدم وجود آه اسنان دي كان بالنسبه له مشكله خاصه ان المؤقت ما كانش آه على الليفل او على المستوى المطلوب منه تمام <applause> <طبعاً؟ تصفيق> انه عاده كان بيبقى متحرك لان هو ما عندوش سنان يثبت عليها مؤقت آه الحاجه الثانيه اللي هي مشكله الكوست او اللي هو التكلفه <applause> العاليه بتاعه ان انا احط كنا بنحط ثمان او ست زرعات فان انا احط 8 زرعات ده او ست زرعات كانت بتبقى بالنسبه له تكلفه كبيره. الحاجه الثالثه ان هو عاده لما بيفقد الاسنان كلها هو بيفقد الاول الاسنان اللي ورا وبعدين يفقد الاسنان اللي قدام. فالعظم بتاع اللي ورا لما بيفقد السن العظم بيتاكل. اه فالعظم بتاع اللي ورا بيتاكل قبل اللي قدام لان هو بيفقد الاول. فعاده بيبقى عندي عظم قدام وما عنديش عظم ورا. فحلناها ازاي حلناها عن طريق تكنيك اسمه الاول اون فور او الجميع على اربعه او جميع الاسنان على اربعه زراعه او تركيبه الاسنان الجميع كلها على اربع, على أربع زراعات الاربع زراعات هنا هيقوموا بدور الاساس لعماره او الاساس كوبري ليهم ديزاين مختلف ليهم ديزاين مختلف وليهم تصميم مختلف اول حاجه بنعملها زي ما احنا اتعودنا هو طبعا التطور هو عباره عن ايه ان هو بيقوم بيقوم على التوظيف بتاع التكنولوجيات المختلفه في طب الاسنان عشان نوصل للبتاع فده منظر الفكره الاساسيه اللي احنا بنحاول نفهمها للناس اللي هي ان انا عندي اربع زرعات اثنين محطوطين بشكل مستقيم واثنين محطوطين بشكل معوج علشان يوصلوا للاخر ليه محطوطين بشكل معوج زي ما احنا شايفين كده علشان خاطر ورا زي ما احنا متفقين ان مفيش عظم فبدل ما نزرع عظم لا بنحط الزرعه بشكل معوج اول خطوه بنعملها ان المريض بيخش يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد م. يخش يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد وابتدي ان انا احط الزرعات بالشكل المظبوط على الاشعه المقطعيه فالزرعات المره دي بتتحط بشكل مختلف ان انا بحط زرعتين زي ما اتفقنا بدل ما كنا بنحط الثمانيه بنحط اربعه بس بحط زرعتين قدام مستقيمتين واقوم جاي الزرعتين اللي ورا زي ما احنا شايفين في الصوره انا ورا عندي هنا الجيب الانفي وعندي فقد في العظم فلنفرض او هنا عندي العظم متراجع لتحت ومفقود في الفك السفلي فبنقوم جايين حاطين الزرعه بالشكل ده <applause> الزرعه محطوطه قدام وطالعه ورا تمام <applause> زي ما احنا شايفين فوق اهو الزرعه محطوطه قدام وطالعه ماشيه جنب الجيب محطوطه قدام يعني محطوطه في العظم الامامي الفك الامامي اه لانها مايله فالجزء الظاهر منها يظهر في الجزء الخلفي ناحيه الخلف, في الخلف آه بحيث ان هي تشيل اخر الكوبري بتاعي فابتدي تصميم الـ 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 صممت وضع الزرعات على الأشعة المقطعيه وعرفت اتجاهاتها وعرفت انا هحط الـ الـ الجزء العلوي بتاعها ازاي الجزء العلوي بتاعها طبعا زي ما اتفقنا بنحطه بحاجه معينه كونكشن معينه علشان يشيل ان الاربع زرعات عشان يشيلوا 12 زرع بدل ما كان 12 سنه بدل ما كانوا ثمان زرعات اللي بيشيلوا 12 سنه ده محتاج شويه تغييرات، التغيير الاولاني ان احنا ميلنا الزرع. التغيير الثاني ان احنا بنحط شكل معين من الجزء العلوي بتاع الزرعه بحيث انه يتربط في الكوبري ده. بعد كده طب انا خلاص صممت هن... هوظف ده ازاي هنقل ده ازاي لفم المريض ابتدي ان انا اعمل الدليل الجراحي زي ما اتفقنا هو خطوات اساسيه عملناها بالتكنولوجيا بالظبط وبعدين بنوظفها بقى في, في التكنيكس او الاساليب بتاعتنا الجديده فده شكل الدليل الجراحي المعمول بالكمبيوتر الكمبيوتر بيقوم عامل لي زي فتحات دي فتحه ليها ارتفاع معين وتخانه معينه بحيث ان ال... الجزء اللي بيحفر في العض يخش من خلال الفتحه دي يعمل لي الاتجاه اللي انا عايزه، الاتجاه المايل اللي احنا قلنا عليه بتاع الزرعه ده، انا محتاجها مايله مثلا بشكل 30 درجه مثلا، ومحتاج المسافات ما بينهم بشكل معين، محتاج ان في سيمتريه معينه، الكلام ده كله بيتعمل عن طريق الاشعه المقطعيه، وبنبتدي ان احنا نعمل الدليل ده، بيبتدي ان انا ادخل بقى الدرل ده او الجزء اللي انا بحفر بيه بعمل بيه المكان اللي هحط فيه الزرعه، من خلال هذا الدليل الجراحي يقوم ظابط آه للارتفاع الارتفاع يقوم ظابط الاتجاه تمام زي ما احنا شايفين اهو انا حطيت الدليل الجراحي في فم المريض وابتدي ان انا اعمل الدريلينج او اعمل حفر. الحفر آه بتاعي آه في العظم من خلال الدليل الجراحي فطبعا ده بيوفر علينا ايه ان انا مش هفتح في اللسه انا خلاص بقى ما انا شايف كل حاجه على الاشعه المقطعيه فمش هحتاج ان انا افتح في اللسه اقوم جاي عامل زرعتين خلفيتين ميلين م. وزرعتين اماميتين عدلين واحط عليهم إيه الـ الجزء العلوي نيجي بعد كده انا اقوم جاي عامل مركب زي ما احنا اتفقنا ان الجزء العلوي بتاع الزرعه بقوم مركب حاجه اسمها المالتي يونت م. المالتي يونت دي حاجه مخصوصه معموله عشان تتركب على الكباري وفيها جزء تاني اللي هو ده بيقوم راكب عليها طب فايدته ايه فايدته ان دي بتتربط في الزرع ودي بتتحط في الكوبري اللي انا المفروض محتاجه بتتحط فيه بالمنظر ده واقوم جاي رابط الاثنين على بعض الجزء اللي في الزرعه مع الجزء اللي في الكوبري يقوم رابط قوم جاي حاطط رابط الجزء العلوي بتاعها بالمنظر ده كان هنشوف شكل لتركيبه معموله سنان اسنان بلسة ومحطوط فيها الجزء ده عشان خاطر اخدهم اربطهم في ال ده منظر الاول الزرعات بنحط الزرعات وبنحط عليها الجزء المالتي يونت تمام ادي الاربع زرعات اللي محطوطين في فم المريض والمنظر التركيبه بعديها ده الجزء التركيبه بالسنان باللسه وفيها الجزء اللي هو اللي احنا شفناه بره ده بيتلزق فيها بتاع بحيث ان انا اخد دي واربطها في فم المريض يبقى انا ربطت التركيبة على الأربع زرعات أوه. الميزة اللي أنا خدتها إيه من الكلام ده أولا قللنا عدد الزرعات ما إن احنا نعمل آآ آآ عضم الحاجة التانية إن المريض في خلال أقل من أسبوع لخمس خمس أيام يبتدي إن هو ياخد ال التركيبه، التركيبه دي معموله بالكمبيوتر، العضه بتاعتها مظبوطه 100% 3 بوينت لودنج او الثلاث نقط بتوع التحميل اللي حضرتك اتكلمت عليهم في اول حلقه البي والسي بتاعت البي والسي بتبقى مظبوطه بشكل كبير جدا الزرعه نفسها معموله من ماده معينه بحيث انها تتحمل في ساعتها بدل يعني دي احدث بقى كمان من الزرعه اللي كانت بتتحمل في شهر، دي احدث ان هي معمول سيرفس او معمول علاج معين لسطح لسطح, لسطح, لسطح الزرعه نفسه. والديزاين بتاعها في حاجه اسمها المايكرو او طريقه معينه في الالاوز ده بحيث ان هو يخش في العظم يمسك في الكونكشن او الاتصال ما بين الاثنين دول ببعض كونكشن بتاع دايما شايف ده السطح بيبقى سطح اسمه هيدروفاليك او ان السطح ده محب للماء فبتدي ان الدم يتجمع عليه بسرعه جدا فيمسك في الزرعه بسرعه جدا والجزء العلوي اللي بتاعها اللي هو المالتي يونت بشكله المختلف يبتدي ان هو يتحمل يقدر يستحمل 12 وحده بدلا من كل واحد كان بياخد وحده او وحدتين فبدل ما من كنا بنعمل زرعتين عليهم ثلاث وحدات بقينا بنعمل اربع زرعات عليهم 12 وحده باستخدام الزرعه الجديده دي فزرعه وفرت لنا فلوس وفرت لنا وقت وفرت لنا زراعه عظم وفرت حاجات كتيره جدا, جدا 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 على المريض وخلت ان هو آه يقدر ان هو يبقى مطمن جدا آه في نفس الوقت الالتئام ال ال او ال ال التناغم ما بين الجزئين بتاع الزرعه ده طبعا كل ما بيزيد الحمل كل ما بتزيد امكان احتماليه ان الجزئين دول يفكوا من بعض م. يعني النهارده انت لما كنت محملها الزرعه بطربوش واحد غير لما تحمل اربع زرعات ب 12 طربوش يعني اكن اكن كل زرعه متحمله بثلاث طرابيش بالظبط طب انا عايز امسك بس الحاجات دي تاني طيب. واسالك سؤال كده لطيف طيب دلوقتي ديت الجزء ده هو اللي بيتحط جوه العظم صح بالظبط وده بيجي يركب كده عليه تمام طيب. الفرق الجديد النهارده انه ده القديم كان شكله ايه القديم كان بيلف القديم كان زي زي ها... شكل سداسي كده اه وفي نفس الوقت بيبقى ماسك الجزء اللي من ب... مفيش ال... مفيش الترانسفورميشن مفيش الجزء الضيق اللي عند رقبه ال... ال... آه الزرعه مفيش... دي مفيش دي... ال... الجسم هنا بيصغر آه. قبل بيبقى عامل زي القمح وبعدين يدخل, يدخل على الزرعه كده بالظبط انا إيه همسك سنه سنه معلش في. كان الاول بيدخل كده على طول بيبقى على السطح يعني سطحين بيمسكوا بي بي بيلتحموا في بعض آه. فالسطحين دول لما كانوا بيتحرك كانت بتخش بكتيريا وكانت تعمل تاكل والتهابات حوالين اللثه هنا اللاس. هنا في هنا اللثه تبقى مرتاحه ال... هنا اللثه هتمسك في الزرعه من فوق لان في جزء آه. من سطح الزرع العلوي هيمسك في معمول للثه مخصوص. م... مخصوص معمول للثه مخصوص معمول ال... للثه مخصوص الماسكه دي هتفيدنا في ايه يعني ماسكه القويه دي, دي هيفيدنا ان ما يتحركش ما يتحركش فلو الحركه دي اولا هتاثر على الزرعات التانية تخلي يبقى العظم ما يمسكش فيها الحاجه التانية تدخل بكتيريا وتاثر ان تعال المريض يبقى من الحته دي حواليها بكتيريا باستمرار فتعمل لي جيوب حوالين اللثه زي الجيوب اللي حوالين الاسنان تبقى جيوب حوالين الزرعات يبقى في باستمرار التهاب حوالين اللثه نتيجه الحركه دي الحاجه التانية ان طبعا حمل كتير جدا لو ما كانتش ماسكه كويس جدا هتبص لقى التركيبة نفسها بتتلخلخ وبتتحرك وبيحصل فيها مشاكل كتيرة جدا هنا اللخلخة مش موجودة خالص زيرو زيرو هناك ممكن كان يبقى فيه سنة حركة سنة حركة ان هو كان بيعتمد على المسمار اه. في ربط الجزئين ببعض اه انما هنا ده هو معشق في بعضه من غير المسمار والمسمار بقى بياكد عليه بياكد عليه اه. تاني ام. اقل تكلفة شوية زي ما اتفقنا ده السطح زي ما اتشفقنا شايف حضرتك اولا الجزء السطح السفلي ده ام. هو العظم داخل في السريشنز او في الاووز الحفر بتاع الـ 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 الزرعه اه في الـ في الخطوط بتاعه القلاوز بالظبط كده آه. الفتح ده معمول ان الزرعه يطلع العظم فوقيها آه. كنا زمان لو يطلع عظم طلع فوق الزرعه ما نعرفش نحملها لان سطح العلوي بتاع الزرعه الجزء العلوي بتاع الزرعه قد بالظبط في السطح يعني هما الاثنين دايرتين قد بعض اه فكان لما في لو زرع العظم طلع ما ما ينفعش ما تعرفش حتى تعمل دريل وتموت العظم نعمل دا. دريلنج بقى كانت بتبقى آه. مشكله, مشكلة وبتقلم العظم الشكل الثاني من الكونكشنز اللي هي السكرو retained كراونز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده سكرو ريتيند كراون اه الـ الـ يعني التر... يعني كراون بالمسمار مربوط بالمسمار بدل ما يتحط يتلزق امم فده اللي هو الشكل الثاني من الجزء العلوي بتاع الزرعه الشكل الثاني اصبح عندنا شكل ثاني ان انا عندي حاجه بتتعمل بشكل معين بالظبط كده ده شكل مختلف للجزء العلوي من الزرعه بيتحط عليه الطربوش يتلزق بره ويبقى يطلع لي الشكل بتاع الصوره اللي قبليها يعني انا عندي آه ادي الزرعه وادي الجزء العلوي بتاع الزرعه بقوم حاطط دي واقوم مصورها بالكمبيوتر واقوم شايل دي تاني واقوم هنا لازق الجزء التربوش الابيض فيها فتديني في الاخر طربوش ماسك في ال 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 الزرع الجزء العلوي بتاع الزرع ده ومخروم من فوق زي ما احنا شايفين بحيث ان انا اربط او جاي واخد الجزء العلوي ده اربط الطربوش في الزرع اداك مميزات ايه اداك مميزات اولا الريتريفابيلتي ان انا النهارده لو انا عايز اشيله لاي سبب من الاسباب انا في التهاب في الكلام ده كله مش هحتاج ان انا ادشدشه ثانيا ان انا في نفس الوقت لو مفيش ماده لزق بتطلع حوالين الطربوش بعد ما يتلزق فبالتالي ممكن تعمل التهابات والكلام ده كله ثالثا وهو الاهم ان الكون شيب او شكل القمع ده بيخلي الطربوش شكله طبيعي طالع من اللثة طبيعي مفيش اي حاجه باينه معدن تبين ان او, تقو أو تقول ان ده سنه صناعيه او ان دي مش اسنان طبيعيه انا لو انا عندي سنه واحده هحملها على الزرعه دي يبقى انا بقوم جاي حاطط دي على الزرعه واقوم مصورها الكمبيوتر عارف الدايمنشنز او عارف الشكل بتاع دي بالظبط لان هو ستاندرد يقوم جاي عامل عليها كفر مطابق للعضه بتاعت المريض والشكل اسنان المريض واللون اسنان المريض وقوم جاي لازقها عليها فيها جروف او فيها شكل معين بيلق بتنزل فيه بالظبط لازقتها فيه خلاص قفلتها قوم جاي والطربوش مخروم قوم جاي رابطهم هما الاثنين في بعض دي لو سنه فرديه لو سنه مش فرديه لو م... يعني مجموعه من الاسنان يعني حاطط كذا زرعه سواء كوبري مثلا عليه ثلاث وحدات او اربع زرعات عليهم 12 سنه هقوم جاي مركب عليها دي وبرده الكمبيوتر عارفها وحافظها يقوم جاي خارط كوبري وفي مخروم من تحت يتقبل ان دي تتلزق فيه الجزء العلوي ده يتلزق فيه واقوم جاي ملازق دول ال... ال... في الخروم دي واقوم جاي مركبها رابطهم مع ال... 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 الاسنان على بعضيها فده لو جيت مثلا اهو منظره اقوم جاي رابط في الجزء ده يعني مهم. ده بيتربط لوحده في الزرع. كويس وده بيتربط مع... معاه بس هنا بقى ده لازق في كوبري في كوبري تمام آه. فطبعا حولنا من مانوال ورك فلو او من انالوج او من آه حاجه يدويه بنعملها بشكل يدوي ان احنا نبرد ال ال الجزء العلوي ده لكله ديجيتال وكله بالكمبيوتر يعني احنا اول ما عملنا وكنا مبسوطين قوي عملنا الطربوش بالكمبيوتر م. فكان ده بالنسبه لنا اختراع بس الجزء العلوي كنا بنتعامل معاه كانه سن طب ده مش سنه ده معدن م. كنا لنتل... في فهم المريض ماشي بنبرد السنه بس مش محتاج ان انا ابرد الجزء العلوي من الزرعه في فهم المريض م. في نفس الوقت انا ممكن ابردها المره دي بشكل ممكن ابرد المره اللي جايه بشكل تاني فالبرد نفسه ممكن في المعدن بتبقى حجم السنه ممكن يبقى صغير السنه ما تمسكش في الزرعه كويس تلاقيها بتقع من على الزرعه يبقى في لخلخه حصل لخلخه ما عنديش فتحه اقدر اربط منها الجزء العلوي كل الكلام ده كانت مشاكل الحمد لله مع التقنيات الحديثه مع ميدانتيكا امبلانس او ام امبلانس حلت لنا تقريبا 95% او 99% من مشاكل الزراعات الزراعه عالم كبير عالم مثير وصناعه قويه للغايه ويبدو اننا سنفتح ملف الزراعه لفتره ليست بالقصيره نوطنا دكتور شيرين خليكوا دائما مع الدكتور